أول مدرسة شرفونا في الاستوديو من محافظة البحيرة، نرحب كلنا بمدرسة بدر الثانوية للبنات. مدرسة بدر الثانوية بنات هي مدرسة حكومية رسمية بإدارة التحرير التعليمية بمحافظة البحيرة، تضم 18 فصلاً مجهزة بالشاشات التفاعلية الحديثة وشبكة إنترنت داخلية ومعامل مطورة للعلوم والحاسب الآلي. تنظم المدرسة سنوياً معارض للأنشطة التربوية على مستوى الإدارة، وكذلك تنظيم رحلات وزيارات خارجية، وأهمها زيارة مستشفى 57357 بالقاهرة. هيمثل مدرسة بدر الثانوية بنات ماتش النهارده 8 طلاب، هبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم إسراء نبيل. أنا نازل فترة تحت الضغط النهارده إن شاء الله، استعدي بإن أنا جمعت معلومات كتير عن مواضيع مختلفة ومصادر مختلفة، وزمايلي ساعدوني كتير قوي إن هم حطوني تحت المناخ الملائم إن أنا أجاوب أكبر عدد من الأسئلة في أقل وقت، إن شاء الله ربنا يوفقني وأكون قد المسؤولية. ليه يا إبراهيم؟ احنا استعدينا كويس جدا لماتش النهارده، واتجمعنا وقسمنا المعلومات على بعض، وكل واحد شاطر في مجال معين، وهدفنا ان احنا ان شاء الله نجيب سكور كويس ونشرف المدرسه. اسراء فوزي، دي اول مشاركه لينا ببرنامج العباقره، واحنا مبسوطين جدا ان احنا موجودين هنا، كان حلمنا من زمان ان احنا نشارك، والحمد لله اتحقق الحلم ده. ان شاء الله احنا استعدينا كويس النهارده وهنقدر نادي ماتش كويس ونكسب النهارده عشان نصعد للدور 16. اسماء صبحي، صاحبتنا إسراء نبيل ما شافت بوست التقديم لبرنامج العباقرة اقترحت علينا الفكرة وعلى إدارة المدرسة وعجبتنا جدا، إن كان ده حلم إن احنا نحققه، وبدأنا إن احنا نستعد ونجمع معلومات وقدينا الاختبار وتأهلنا لدور 32. بدر الثانوية بنات دلع السلام. أخيرا اشتركتوا معنا في البرنامج، خدت منكم وقت طويل ولا إيه رأيك يا إسراء؟ هو طبعا خدت منه وقت طويل قوي. إيه اللي أخركم قوي كده؟ احنا كنا لسه مدخلناش سنة. طب المدرسة ما قدمتش ليه قبل كده؟ ولا انتوا اللي شجعتوا المدرسة انها تشارك؟ مفكرناش الموضوع جه بالصدفة جدا. ازاي بالصدفة ازاي؟ احكي لها يا اسراء. اسراء شافت بوست على الفيسبوك، على بيج الفيسبوك بتاعت البرنامج، الموسم العاشر والتقديم فيه وكده، فقالت ليه لا ومش عارف ايه، وكلمت المدرسين المصرفين عندها في المدرسة، رحبوا بالفكرة جدا وكانوا مبسوطين ووافقوا وجينا. التقديم كان سهل؟ كان سهل جدا. اسراء فوزي، حلمك تبقي دكتورة اسنان تجميل. يعني انت كمان محدده، اشمعنى تجميل؟ انا حبيت الموضوع ده، بشوف دكاتره التجميل الاسنان في ناس كتير سنانها بتبقى شكلها وحش، مش عاجبها حالتها النفسيه، مش تمام بسبب الموضوع ده، في الصور مش عارف ايه، فحبيت ان انا اعالج الموضوع ده، حسيت ان هو هيبقى مؤثر جدا، وان شاء الله يعني ناوي اعالج الناس اللي مش قادره او كده. بالتوفيق يا اسراء. امنيه واسماء صبحي، برحب بيكم، هنتكلم مع بعض وسط الحلقه. كلنا نحيي مدرسة بدر بالبحيرة.